لما تيجوا حضراتكم تشوفوا المشروع او مشروع الدستور الذي وضعته لجنة الخبراء، هنكتشف نقطتين. النقطة الاولى انه من وجهة نظري المتواضعة هذا لم يكن تعديلا، هذا كان وضع دستور جديد، لانه هناك تغييرات واسعة في اشياء كثير، تشكيل البرلمان، وضع السلطات، فكرة الحقوق والحريات الى اخره. النقطة الثانية هي انه اللجنة في النهاية قامت بعمل سياسي وليس عمل فني، ودليلي على ذلك هو الديباجة. عشان كده انا كنت بتكلم مخصوص عن مسألة الديباجة، ان الديباجة مش مجرد مقدمة ومش مهمة بما اني ببتدي المواد من مادة واحد اتنين، لا بالعكس، الديباجة تؤسس وتؤكد على لحظة تاريخية تبرر كتابة دستور جديد. يعني ما المبرر ان نكتب دستور جديد؟ لازم اكيد في حدث مهم حصل عشان كده بكتب دستور جديد. وبالتالي معظم دول العالم باستثناءات بسيطة تؤسس لهذا. يعني ما هو هذا الحدث الهام اللي خلاني انتقل من دستور 71 لدستور 2012، او من دستور 71 لدستور 2013 وهكذا. لما حضراتكم تيجي تشوفوا ديباجة الدستور المشروع المعروض امامنا الان، بتجدوا فيه نقطتين في غاية في الاهمية، انا هعتبر ان هما بيعدلوا. هتجدوا رقم واحد انه تم حذف فقرة كاملة تتحدث عن ثورة يناير، حذفت تماما من المشروع الجديد. وانا لا اعتقد ان ده عمل فني، ولا اعتقد انه سقط سهوا، يعني لا اعتقد ان المسألة جاءت اعتباطا، ولا اعتقد انه عمل فني ان تقوم بحذف. لانه حينما تقوم بحذف ثورة يناير ومكتسبات هذه كانت الديباجة في 2012، انت بتقول للناس، وانا قلت ده قبل كده وهكرر نفس اللفظ تاني، ان انت عامل زي اهل الكهف كده، نمت يوم 24 يناير فصحيت لقيت نفسك في 3 يوليو او 4 يوليو او ايا كان، وعملت فعملنا دستور جديد. طب ما هو مبرر وجود هذا الدستور طالما انه ما حصلش انقطاع بين دستور 71؟ ما هو في وجهه نظر تانية بتقول احنا مش محتاجين دستور جديد، ما احنا خلينا بدستور 71 وندخل عليه بعض التعديلات. انا بحترم الوجهه دي، بس انا مختلف معاها، لانه انا بقول في انقطاع حصل، الانقطاع ده هو ثوره يناير. ولو كان في اتصال من 71 حتى الان احنا ما كناش محتاجين، يعني كان زمان دولة مبارك مستمرة وكنا بنعمل تعديلات نقول لهم لا ادوا مجلس الشورى شوية صلاحيات، لا المادة 6 كانت ايه 176 ولا 76 نسيت 176 الجدل ده. انما احنا في الواقع حصل انقطاع، وهذا الانقطاع تمثل في ثورة. فحينما تقوم اللجنة الموقرة بحذف هذه الفقرة كاملة، فقرة كاملة باراجراف كام، حينما تحذف انا بعتقد ان ده مرة تانية هذا عمل سياسي وليس مجرد عمل فني، واعتقد انه وضع عن عمد. انا ما بحبش طبعا نظرا للمشاكل كتير موجودة في المجتمع، ما بحبش ادخل في نيات الناس، لكن حقيقي انا ليه المنتج النهائي، المنتج النهائي يقول انه هذا عمل سياسي. النقطة التانية، وهو كان هناك مبدأ اظن المبدا السابع، كان هناك مبدا في ديباج الدستور 2012 تتحدث صراحه عن استقلاليه المؤسسه العسكريه وعدم جواز تدخلها في الشان السياسي. كان هناك مبدا، يعني حكوا راجعوا الدستور 2012، نعم الثامن راجعوا الدستور 2012 تجدوا مبدا صريح يتحدث عن هذا. تم ايضا حذف هذا المبدا، ومره اخرى لا اعتقد انه ده تم سهوا، ولا اعتقد ان ده عمل فني. يعني انا افهم العمل الفني هو عمل لضبط الصياغات، هذا ما افهمه، يعني ربما يعني كنت اتمنى طبعا يكون في اساتذه القانون السوري، لكن هذا ما افهمه. انما ان يتم حذف مبدا اخر بالاضافه لثوره يناير، فنحن مره اخرى امام لجنه قامت بلجنه هي فنيه فعلا، لانهم اساتذه سيطر عليها فكره القانون الدستوري سواء كانوا مستشارين او اساتذه جامعه، وقاموا كما قلت لحضراتكم ب تغيير هذا الوضع، والتأكيد بشكل غير مباشر انه لم يكن هناك انقطاعا بين 71، بين الدستور 71 وبين دستور 2013 بقى، يعني الدستور الجديد او المعدل الذي سنضعه. وهذا في تقديري عمل سياسي ويحتاج الى مراجعة حقيقية من المجتمع وليس مجرد مناقشة حول فنيات. عشان كده انا بقول، وانا حاولت اكتب ده في جريدة الشروق عشان اوضح انه غلط ان احنا نبتدي من المادة واحد نتجادل فنقول لا المادة واحد الدستور 2012 كانت كده، في الدستور 2013 او في مشروع 2000، لا احنا لازم نبتدي من الديباجة، لانه زي ما قلت حضراتكم الديباجة تؤكد على ضمير المجتمع وتؤكد على التاريخ والمبرر الذي من اجله وضعنا دستور جديد.